السلام عليكم شباب، اليوم راح نبحث عن كيف تعمل لقناتك اليوتيوب أن يكون لديك أكبر عدد من المشتركين. في هذا سوف نعطيكم موقعين أنا كثير عجبني به، أن أنت تقدر تقريبا يوميا أكثر من 100 سبسكرايبر تأخذهم عندهم. أوكي، هسا راح نعطيكم أي أول صفحة مالتهم اسمها YTB Balls. اوكي، YTB Balls، انت تدخل راح تكون هذا الصفحة بهذا الشكل، بعدين تجي تدخل عن كيفية عمل مالتها. الآن سندخل إلى العمل مالتها كيف تستفاد منهم. هم عندهم أربع طرق. الطريقة الفري هو اللي راح نحكي عليها، هيكون عندهم طريقتين شهريا 20 دولار، 35 دولار، 50 دولار. هذا راح نعطيكم اولا على فري. هذا الفري كل يوم تقدر تاخذ 10 سبسكرايبر، يعني هذا كحد ادنى اول لايك تدخل، بس انت تقدر تاخذه كمينيموم 100 سبسكرايب افري داي. اند هير، إذا عندك كارت تقدر تشتريها، هذا غير طريقة، طريقة بفلوس، مو كل واحد عندهم فلوس يستخدم هذا الطريقة، على مود هذا احنا ما نستخدمها، ما راح نشعل هذا. هسا ندخل على get to start free. اوكي، اوكي، هسا احنا دخلنا عليه الطريقة، ومن هون راح نجي على my plans، بعدين ندخل على give sub to get balance. من ندخله راح تشوفون طريقة، هما راح ينطيك الفيديوهات. هسا عندي ثلاثة فيديوهات، راح انا سويت الفيديوهات اللي دخلتها قبل شوية. هسا هما راح ينطوني بالانس مالي عندهم 8. هسا هاي الفيديوهات راح ادخلها. شلون راح تدخلها؟ شوف هذا الفيديو بس نسويها سبسكرايب، يفتح لك الصفحة مال هذا الفيديو. هذا الفيديو خلص، انا سويته سبسكرايب. نسوي كونفيجريت، نجي على فيديو له سبسكرايب، بس تسوي سبسكرايب على هذا القناة، بعدين تسوي كلوز، تجي كونفيرم. اوكي جود. هسه نجي على سبسكرايب اخر غير قناة. اوكي، هذا هم منه، نسوي سبسكرايب، كلوز، كونفيرم. هسا خلاص، هسا انا دخلت كل اللي اريده. نجي على بلان، هو راح ينطيني شنو؟ راح يخليني ستارت. يقول انت عندك هسا 10، المفروض خلال الساعات القليلة جاي 10 اشخاص تسوي هسا ندخل اسم القناة مالنا، هذا اسم القناة مالي. اوكي، بروجرامر، راح ندخله. اوكي، بعدين نسوي جو. اوكي، هذا موجود عندي 3370. اوكي، واي تي بالس. اوكي، نفتح الصفحة من هون، بعدين نجي ندخل على الفري. هذا نفس الشيء، عنده ثلاث اربع طرق فري، 20 دولار، 40 دولار، 80 دولار. نجي على فري، وراح ينطيك كل 12 ساعة 10 سبسكرايب. تدخل اسم القناة، بعدين تجي تسوي اوكي، ايميل راح تستخدمه، باسورد، نفس الباسورد،
راح نجي على راح يفتح لنا هذا الشاشة، راح ندخل به. هو راح يقول لك أنت لازم تسوي عندك، هيكون عندك مواقع أنت راح تسوي سبسكرايب، بعدين راح تدخل به، وعلى بعد هو راح يعطيك 10 سبسكرايب. وشو يقول لك؟ تسوي لايك للفيديو عن سبسكرايب. هسه سويت اللايك بعدين سبسكرايب، اوكي، and then close the video and confirm. هذا على مود الانترنت عندنا ضعيفة، اوكي. شو هسه صح تمام، طلع ما دام طلع اخضر معناه هذا الفيديو كان تمام. على واحد سبسكرايب اند لايك اند ذن كروس بعدين كونفيرم. اوكي صار عندي 12 ساعة تقريبا، راح يجي لي